مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلاتفورم الذي نسعى فيه للحاق بأبرز المحتويات والقصص الأكثر تداولا على فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ويوتيوب وباقي المنصات الأخرى. بلاتفورم اختار لكم اليوم. مسؤولون ليبيون يواجهون تهما بالفساد واختلاس المال العام وسوء استخدام السلطة. المسار الدستوري في القاهرة، ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي. محمد وعبد المجيد شابان من بنت بيا يتميزان في صناعة المحتوى على تيك توك. نفتتح حلقتنا اليوم مشاهدينا الكرام بقصص الفساد الذي نخر أغلب مؤسسات الدولة من وزارات وبلديات ومصارف وغيرها، وبات حديث الجميع في الفضاء الافتراضي. مؤخرا أصدر مكتب النائب العام أوامر قبض وحبس طالت وزراء ووكلاء ومديري مصارف وعمداء بلديات بتهم الفساد واختلاس المال العام وسوء استعمال السلطة. نتابع. إلى هاشتاغ الأسبوع الذي اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي هو المسار الدستوري، حيث غرد كثيرون تحت هذا الوسم للتعليق على اجتماعات أو الاجتماعات التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة بين أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة وأعضاء من الهيئة التأسيسية للدستور. ويبدو أن أغلب رواد الفضاء الأزرق اتفقوا على رفض هذه الاجتماعات، ولكل واحد منهم تبريره الخاص. نبدأ مع المحلل السياسي صلاح البكوش الذي كتب على تويتر: حتى لو حكم عليهم بمعاييرهم المتدنية فإن مناقشة النواب والدولة لقضايا تخص دستور ليبيا في القاهرة والجلوس كأطفال مدارس ليستمعوا إلى رئيس المخابرات المصرية ونائبه يعتبر احتقارا لسيادتنا ودليلا آخر على ضرورة خروجهم من المشهد. إلى طه حديد الذي علق قائلا: رئيس المخابرات المصرية يترأس جلسة مناقشات بخصوص الدستور الليبي، أي إهانة وأي استخفاف بدماء الرجال من قبل المجلس الأعلى للدولة؟ أين الأمن القومي الليبي؟ وأين استقلالية ليبيا؟ مصر التي دعمت الانقلابية حفتر في جميع حروبه هي من تضع قوانين الدستور الليبي وأسفاه. إلى الناشط أحمد هدية الذي من جهته تساءل عن جدوى اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة: لجنة الخبراء عبارة
عن وفدين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. مهمة هؤلاء الخبراء رفع توصيات إلى ملتقى الحوار الليبي بخصوص الدستور. هل يتوقع أو يتوقع أحد أن يوصوا بغير التمديد لأنفسهم لمرحلة انتقالية أخرى؟ هل بالمجلسين خبراء في الشأن الدستوري أو غير الدستوري؟ هل كنا على ضلال؟ إلى طارق الداجل، وتعليقا على هذه الاجتماعات كتب تغريدة بدأها بكلمة مهزلة وختمها بوسم خيانة، وقال: مصر من دول محور الشر التي دعمت المجرم حفتر. الغريب أن أعضاء من مجلس الدولة ومجلس النواب ولجنة الدستور يجتمعون في مصر لمناقشة دستور ليبيا برعاية رئيس المخابرات المصري شخصيا. إلى سليم قشوط الذي غرد قائلا: مناقشة الدستور في مصر بين برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة وبحضور رئيس المخابرات المصرية قمة السذاجة والتفريط في السيادة الوطنية، ولا تنتج إلا النموذج السيسي، مرآة عاكسة لمصالح الصهاينة في المنطقة. الصحفي بكر الشرقاوي وتحت وسم محادثات المسار الدستوري كتب على تويتر: وفد مجلس النواب الليبي يتمسك بتعديل دستور 51 وطرحه للاستفتاء على الشعب، ووفد مجلس الدولة الليبي يتمسك بتمرير مسودة الدستور التي خرجت عن الهيئة التأسيسية وطرحها للاستفتاء. إلى أشرف بودوارة الذي كان له رأي مختلف، حيث نشر صورة للملك محمد إدريس السنوسي رفقة لجنة الستين التي كتبت دستور ليبيا عام 1951، وقال: بلغوا المخابرات المصرية وخالد المشري وعقيلة صالح أن المرجعية والقاعدة الدستورية الوحيدة في ليبيا هي التي استند عليها قرار الأمم المتحدة رقم 289 باستقلال ليبيا الصادر في 21 من نوفمبر عام 1949، والقرار المعزز الصادر في 17 من نوفمبر عام 1950 هي دستور الاستقلال، وأي حلول أخرى تتجاوز دستور الاستقلال ستقوض العملية الدستورية في ليبيا ولن نرضى بها. إلى السفير الهولندي لدى ليبيا لارا ستومير، وأمام زخم الحوارات والمباحثات غرد على تويتر: خطوات مهمة إلى الأمام، هولندا تدعم استئناف المحادثات السياسية الليبية والمحادثات العسكرية 5+5. نشكر البعثة الأممية على هذا الزخم المتواصل بعد الحوارات السابقة في مونترو وبوزنيقة والغردقة والقاهرة. ندعو جميع الأطراف إلى دعم هذه العملية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. أما الآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الترند، وسنعرض عليكم ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص زيارة الفريق الفني الجزائري للمساعدة في صيانة وحدات الخمس الكهربائية في إطار استجابة الجزائر لطلب المساعدة من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج للتخفيف من أزمة الكهرباء. نبدأ من محمد بن عامر، وعلى صفحته بتويتر كتب: شتان بين من ترسل الرصاص والأسلحة لتدمير ليبيا ومن تبعث الفنيين والمهندسين لتنوير ليبيا. تحية للجزائر بلد الرجال وأحفاد المجاهدين الشرفاء، بلد المليون شهيد، لإعادة تشغيل الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس. هيا نور بدورها وتحت وسم دول جوار ليبيا غردت: مصر السيسي ترسل أسلحة ومدرعات وهي ممر لدسائس دولة الإمارات، يأتي منها كل ما فيه دمار وقتل للليبيين بحجة أمن قومي. بالمقابل الجزائر أرسلت فريقا لمعالجة أزمة الكهرباء بليبيا للتخفيف عن أهلها من ويلات العيش بدون كهرباء لساعات. الجزائر
نعم الجار. إلى مايا ديدا وعلى طريقتها الخاصة شكرت الجزائر وقالت تحية خاصة وخالصة للأبطال من مجمع سون الغاز الذين قاموا بتشغيل محطة الكهرباء في ليبيا، ونتمنى من السلطات الليبية الاستفادة من الطاقة الكهربائية من الجزائر عن طريق التبادل كما هو الحال مع شقيقتين تونس والمغرب. إلى عبد الحكيم الذي كان له رأي مغاير وغرد على تويتر قائلا أسبوع صيانة لمحطة الكهرباء الخمس لترجع على الشبكة حسب خبرتي المتواضعة، ليست بصيانة كبيرة لا تتعدى معايرة الأجهزة الدقيقة الخاصة بالتوربينة والمولد، أين خبراؤنا؟ إلى هلا زرتي التي لم تبتعد كثيرا وكتبت على تويتر 16 مهندسا جزائريا قاموا بإصلاح ما عجز عن إصلاحه المهندس الليبي، هل فعلا نعاني من نقص الكفاءة الوطنية؟ شكرا جزائرنا. طارق العزابي هو الآخر تحدث عن الفساد في قطاع الكهرباء وكتب كل الفساد الحاصل في الكهرباء متعمد وليس لعدم كفاءة المهندس الليبي، عم الفساد والاستهتار بموارد الدولة ونهبها، الرادع الوحيد تطبيق القانون ولكن هيهات، فالقانون يعاني همومه كالمواطن. إلى عمر فتح الله كان متفائلا أكثر وعكس ذلك في تغريدة على تويتر قائلا الحمد لله دخول الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس للمرة الأولى منذ سنتين، تحية للفريق الفني الجزائري الذي ساعد الكوادر الوطنية في صيانة المحطة وإعادة تشغيلها وتخفيف المعاناة على الشعب الليبي، شكرا الجزائر الحبيبة. أما معاذ فقد اختصر كل شيء في جملة واحدة وقال لدينا ثقة في المهندسين والفنيين لا حدود لها، ولا ثقة لنا في السياسيين والإداريين. ونختم بمحمد علي الذي لخص أزمة الكهرباء في صورة كوميدية وكتب شركة الكهرباء لما يقولوا في صيانة. عبد المجيد ومحمد بغرارة شقيقان من محلة تكركيبة ببلدية بنت بيا اشتهرا على شبكات التواصل الاجتماعي بصناعة المحتوى على التطبيق الصيني تيك توك، حيث يقومان بإنتاج مواد وفيديوهات بالإمكانيات المتوفرة لديهما، ورغم ذلك نالت إعجاب واستحسان رواد الفضاء الأزرق. نتابع. محمد وعبد المجيد أبو غرارة شقيقان من محلة تكركيبة ببلدية بنت بيا اشتهرا على شبكات التواصل الاجتماعي بصناعة المحتوى على التطبيق الصيني الشهير تيك توك، إذ ينتجان مواد وفيديوهات بأبسط الإمكانيات وتنال إعجاب واستحسان المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي. بصراحة أنا أول ما رأيت الفيديو داره أخويا هو ولامي، في البداية حبيت فكرة، وبعد ما جاء من طرابلس جاء أنا حاب أشارك معي الموضوع، قال لي ممكن تقدر دير تمثل معايا فيديو، انا قلت له عادي ممكن ما فيش حاجه. خلاص بعدين مشت الامور مره مره لين تطور بين تطور الفيديوهات ووصلنا الفيديوهات احسن. البدايه كانت لشقيقي الاكبر محمد صاحب الفكره بنشر اول فيديو له، ليشرك لاحقا شقيقه الاصغر عبد المجيد معه لتتواصل وتتعدد مشاركاتهم ويزداد عدد متتبعيهم في التطبيق الشهير بالرغم من ضعف الإمكانيات وخدمات الإنترنت بالمنطقة والبلدية التي تعيق وتؤخر مشاركاتهم في كثير من الأحيان. ما لقيناش إقبال كبير على البرنامج اللي هو التيك توك بسبب أن ضعف التغطية، فبسبب ضعف يعني خدمات الاتصال وخدمات قاعدة الجيل الثاني كلها، يعني ما احنا في 2020 توا وخدمات الاتصال مازال في الجيل الثاني، يعني مشكلة كبيرة شوي يعني. ف
قعدت نحول في المحتوى من البرنامج تيك توك اللي نحول فيه للفيس باعتباره يعني يتماشى مع الخدمات عندنا انا، فبش لقيت اقبال ولقيت الناس يعني عجبتها الفكره يعني، ولقيت لايكات ولقيت تعليقات يعني تشجيعيه، والحمد لله يعني حوالي تو ممكن فيه 31 فيديو تقريبا، لقينا استحسان الناس يعني، وهذا اللي شجعني يعني خلاني نستمر. يأمل الشقيقان محمد وعبد المجيد أن يتحصلا على دعم وإمكانيات أفضل لتقديم محتوى أفضل وهادف، إضافة إلى أن تحسن خدمات الإنترنت التي تقدمها شركات الاتصالات في عموم مناطق بلدية بنت بيّة حتى تستمر مشاركاتهم ويزداد عدد المتفاعلين. بهذه القصة مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج بلاتفورم. نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله.